سلام على الشيخ سعيد. أما بعد، إذا في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو التمرين التاني، امتحان شهر واحد يعني شهادة البكالوريا الطرعة ديال سيزيام وباك أهرام. إذا نحل فيها المعادلة إلين الدالة في اللوغاريتم من بيري إكس ناقص 2019 تساوي صفر، إلين ديال إكس بليس زائد 4 تساوي الإلين ديال 2 إكس زائد 1، إلين ديال إكس زائد 4 تساوي صفر. ثم عندنا الإلين ديال إكس زائد الإلين ديال إكس ناقص 2 تساوي الإلين ديال 3. إذا المعادلة الأولى عندنا إلين ديال إكس ناقص 2019 كتساوي صفر. أول حاجة خصنا نحدو المعادلة، نحدو مجموع التعريف ديال هاد المعادلة عندنا، ونشوفو واش داك الحل اللي غادي نلقاه واش كاين تعمل داك المجموعة ديال التعريف أو لا. إذا هنا دالة الإلين دائما خصها تكون أكبر قطعا من صفر، يعني ما يمكنش نلقاو هنايا الإلين ديال صفر. نحدد مجموعة التعريف، إذا هنا لدينا إكس ينتمي إلى مجموعة التعريف ديال تي الأولى، يعني أن إكس ناقص 2019 خصو يكون أكبر قطعا من صفر، يعني إكس خصو يكون أكبر من صفر زائد 2019، يعني إكس أكبر قطعا من 2019. منو مجموعة التعريف؟ التعريف هي يعني 2019 زائد ما لا نهاية، إذا خصها تكون 2019 زائد ما لا نهاية. ثم هنا غادي نجيو للجواب، لدينا إلين ديال إكس ناقص 2019 تساوي صفر. هنا عندنا واحد القاعدة كتقول بأن إلين والإكسبونونسيال ديال إكس كتساوي الإكسبونونسيال ديال إلين ديال إكريك، يعني بأن إكس كيساوي إكريك. هنا غادي نحاولو باش نتخلصو من هاد الإلين اللي عندنا هنايا، غادي نديرو الرفعو إكسبونونسيال، يعني إكسبونونسيال ديال إلين ديال إكس ناقص 2019 تساوي الإكسبونونسيال ديال صفر. إذا شنو كاين هنايا؟ يعني بأن إلين ديال إكس أنا إكسبونونسيال ديال صفر، إذا غتعطينا هنايا إكس ناقص 2019 الإكسبونونسيال صفر كتعطينا واحد، إذا هادي بار ديفو كتساوي واحد، إذا إكس يساوي واحد زائد 2019، إذا إكس يساوي واحد زائد 2019 هي 2020. إلا خدينا هاد 2020 فهو كينتمي للمجموعة ديال التعريف، إذا كاين هنايا 2020 فهي أكبر قطعة من 2019، بما أن 2020 ينتمي إلى مجال 2019 زائد ما لا نهاية، فإن حل هذه المعادلة هو 2020. ثم غادي نشوفو المعادلة الثانية، عندنا إلين ديال إكس زائد 4 تساوي الإلين ديال 2 إكس ناقص زائد 1، هي مجموعة التعريف. هنا مجموعة التعريف عندنا إكس ينتمي إلى مجموعة التعريف دي 2، يعني بأن إكس زائد 4 خصو يكون أكبر قطعة من صفر، و 2 إكس زائد 1 خصو يكون أكبر قطعة من صفر. هنا إكس أكبر قطعة من صفر ناقص 4، 2 إكس أكبر قطعة من صفر ناقص 1، إذا إكس أكبر قطعة من ناقص 4 و 2 إكس أكبر من ناقص 1، إذا إكس أكبر بما أن 2 فهو موجب من ناقص 1 على 2، و إكس أكبر من ناقص 4. إلا جينا هنا فين عندنا إكس أكبر من ناقص 4 و إكس أكبر من ناقص 1، إذا كنلاحظو بأن ناقص 1 على 2 فهي أكبر من ناقص 4، ومنه دي 2 هي ناقص 1 على 2 زائد ما لا نهاية. إذا غادي نجو إلين ديال إكس زائد 4 كتساوي الإلين ديال 2 إكس زائد 1، باش نتخلصو من الإلين غندخلو الإكسبونونسيال، الإكسبونونسيال ديال إكس زائد 4 كيساوي الإكسبونونسيال ديال إلين ديال 2 إكس زائد 1، وهادي شنو كتساوي؟ إكس زائد 4 تساوي 2 إكس زائد 1.
سنحول الطرف الآخر، واحد نحول الطرف، إذن 4 ناقص 1 تساوي 2 إكس ناقص إكس، ناقص 1 هي 3، هنا هي إكس، بما أن إكس ينتمي لمجال ناقص 1 على 2 أو عفوا 3 زائد ما لا نهاية. نحل المعادلة هو 3. شوفوا دابا المعادلة التالتة، عندنا الإيلين ديال إكس زائد 4 تساوي صفر. نحدد مجموعة التعريف، يعني إكس إلى خدينا إكس زائد يعني إكس ينتمي إلى الثلاثة، إكس زائد 4 أكبر من قطعة من صفر، يعني إكس أكبر من صفر ناقص 4، يعني إكس أكبر قطعة من ناقص 4. إذا تي ضعيف ولا تي من ثلاثة هي ناقص 4 زائد ما لا نهاية. هنايا لنحل المعادلة، إيلين ديال إكس زائد 4 تساوي صفر، يعني إكسبونونسيال ديال إكس زائد 4 تساوي الإكسبونونسيال ديال صفر، يعني إلا خدينا هنايا عندنا إكس زائد 4 تساوي 1، يعني إكس تساوي 1 ناقص 4 أو. إلا خدينا 1 ناقص 4 أو فهو غيكون عندنا هاد الحالة فهو أصغر من، إذا إلا خدينا ما لدينا هنا 1 ناقص 4 أو فهو كينتمي مجال ناقص 4 أو زائد ما لا نهاية، ومنه المعادلة هو واحد ناقص 4 أو. ثم بقت عندنا المعادلة الأخرى 4، عندنا إيلين ديال إكس زائد إيلين ديال إكس ناقص 2 تساوي إيلين ديال 3. هنا مجموعة التعريف، شنو هي المجموعة ديال التعريف؟ هنا إلين يعني إكس تنتمي لمجموعة التعريف 4، يعني إكس سيكون أكبر قطعا من صفر، و إكس ناقص جوج سيكون أكبر قطعا من صفر، يعني إكس أكبر من صفر زائد 2، يعني إكس أكبر من 2، إكس أكبر قطعا من صفر. هنايا كنلاحظ بأن إكس هو أكبر من 2، إذا تي من 4 هي 2 زائد ما لا نهاية. دابا غادي نجو المعادلة، عندنا إكس زائد الإيلين ديال إكس ناقص جوج كتساوي الإيلين ديال 3. هنايا قبل ما غاديش نديرو إكسبونونسيال ضروري كنلاحظ بأن عندنا العلاقة ديال الإيلين إكس زائد الإيلين ديال إكريك تساوي الإيلين ديال إكس ضارب إكريك، غنطبقوها هنا. إذا شنو غتعطينا؟ إيلين ديال إكس ضارب الإيلين ديال إكس ناقص جوج تساوي الإيلين ديال 3. هنا غادي نديرو من بعد نديرو الإكسبونونسيال، غتعطينا هي الإيلين ديال إكس ضارب إكس ناقص جوج تساوي الإيلين ديال إكسبونونسيال 3، ولا ديال لوغاريتم 3. هذا شنو غتعطينا؟ هي إكس ضارب إكس ناقص جوج تساوي 3. غادي نشرو إكس ضارب إكس غتعطينا إكس أس 2 ناقص، يعني إكس هادي ردوها على الطرف الآخر ناقص 3 كتساوي صفر. هنا غادي نديرو الحل، هنا غنستعملو الدلتا، هنا ناقص، غتعطينا هي ناقص 2 أس 2 ناقص 4 ضارب 1 ضارب ناقص 3، إذا بي أس 2 ناقص، إذا دلتا كتساوي بي أس 2 ناقص 4 أس، بي أس 2 هو هاد العدد، ناقص 2 أس 2 أربعة هي أ هو المعامل مع واحد، و سي هو ناقص 3، ناقص 6 في 2 هي 4، ناقص 4 ضرب 1 ناقص 3 هي زائد 12 تساوي 16. إذا هذا أكبر من صفر، إذا عندنا جوج ديال الحلول، إكس واحد تساوي ناقص ب زائد جد مربع دلتا على 2 أ كتساوي ناقص ب هي شحال،
و اكس اتنان كتساوي ناقص ب زائد ناقص جد مربع دلتا على اتنان ا. اذا هنا ناقص ب شحال؟ هو اتنان، يعني ناقص واحد هي ناقص عدد هنا اتنان. اذا ناقص ناقص اتنان زائد جد مربع، اذا عدد هنا ناقص اتنان، ناقص ناقص اتنان زائد ب، اذا ب هي ناقص اتنان، ناقص ديال القاعدة على اتنان ا، اتنان ضارب واحد، ضارب واحد. هنا ناقص ب هي ناقص ناقص اتنان ناقص ج ضرب مربع 16 على 2 ضرب 1 تساوي ناقص 2 2 ناقص ج ضرب مربع 16 4 على 2 و x 2 تساوي هي 2 زائد 4 على 2. هذا هنا 2 ناقص 4 هي ناقص 2 على 2 تساوي ناقص 1 و 4 زائد 2 هي 6 على 2 تساوي 3، إذن تساوي 3. بما أن x 1 كتساوي 3 و اكس اتنان تساوي ناقص واحد، إذا حسبنا بأن اكس واحد تلاتة تلاتة، وعندنا مجموعة ديال التعريف ديال أربعة هي اتنان زائد ما لا نهاية، اتنان زائد ما لا نهاية، فإن تلاتة فهي تنتمي إلى المجال اتنان زائد ما لا نهاية، وناقص واحد لا ينتمي إلى المجال اتنان زائد ما لا نهاية. منه حل المعادلة هو تلاتة. إذا حولنا هنا بناقص واحد، ناقص واحد إلى ديال ناقص واحد راه مكاينة، لأن إكس هو القطعة المستفيدة مكتمشي لنا على المجال جوج واحد. بعدا نكونو سالينا التصحيح ديال هاد التمرين. السلام عليكم ورحمة الله.